بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب تلخيص الفرائض في باب الحجب: الحجب لغة هو المنع، ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه. الحجب في اللغة المنع من شيء ما، احجبوه امنعوه، محجوب ممنوع، هذا حاجب يمنع الدخول. هذه امرأة محجبة ممنوع النظر إليها، فالحجب هو المنع من النظر إليه. الحجب المنع من شيء ما، المنع من الميراث يقال محجوب، المنع من الأكل هذا ممنوع محجوب في حال حجابة محجوب، تجد 4-5 يأكلون واحد جالس عندهم ما يذوق طعامهم، وراء هذا يقولك هذا محجوب، هذا محجوب ما بخلاف، بس إنه ممنوع من الأكل، هذا كان تمر أو غيره أو غيره محجوب منه، حجب منع. هذا الصحابة جاء مهاجر إلى المدينة، وصل إلى قباء وإذا هو جاي على الصفر، ما يقدر يمشي ولا يتحرك ولا يقول شيء، وجد عندهم تمر بدأ يأكل، قال يا فلان ألست محجوبا عن الحلا تمر؟ قال لا، أنا آكل بالشقة اللي محجب، عنده شقين، هذا محجوب وهذا ما غير محجوب، أنا آكل بالشقة، رضي الله عنه الجوع، أنا آكل بالشق الذي لم يحجب، ما في حجابه. وهكذا فالحجب هو المنع، محجوب من الدخول، محجوب من الأكل، محجوب من الصوم، محجوب من القيام، وهكذا. فهذا الحجب لغة في لغة العرب قبل الفرائض وبعدها. واصطلاحا هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، وهو على قسمين: حجب بوصف وحجب بشخص. اصطلاحا في اصطلاح الفرضيين، ما هو في اصطلاح أهل اللغة، في اصطلاح الفرائض، أن الحجب المنع من الميراث. يقول هذا محجوب من الأكل، هذا حجب شرعي؟ لا، هذا حجب لغوي، هذا حجب لغوي ما له علاقة بالشرع. أما الحجب شرع صلاحا في صلاح الفرضيين فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو أمن أوفر حظيه، ومنع من قام به سبب الإرث. سبب الإرث في هذا يعني لأن هذا والده وهذا أخوه، وهذا محجوب، شو محجوب؟ ممنوع من الميراث، قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. لقلنا مثلا جاءنا زيد يقول هذا عمرو جاري، أنا أرث منه؟ يقول لا ما ترث. يقول أنا محجوب؟ يقول لا ما أنت محجوب، ما قام بك سبب الإرث، ما وجد عندك سبب من أسباب الإرث، الإرث لها أسباب، إذا وجد السبب فننظر في حجبك من عدمه،
لكن ما نقول عنك أنك محجوب حتى يقوم بك سبب الإذن. يقول هذا صديقي أنا أرثه؟ يقول لا ما ترثه. ولما أنا محجوب؟ يقول لا ما أقام بك سبب الإرث، ما وجد لك سبب من أسباب الإرث الآن حتى تحجب. واحد جاءنا يقول هذا أبي ألا سأرثه؟ نقول نعم ترثه. إلا جاءنا أخوه قال له هذا قاتل أبي ما يرث. يقول حلص ما دام إني قاتلت أبوك فأنت لا ترث. قام بك وجد سبب الإرث لكن منعناك من الميراث لما فعلته من الأسباب. الإرث بالكلية، الإرث بالكلية أو من أوفر حظي. الإرث بالكلية كان يكون ابن للقاتل، ابن للرجل، يقول أعطوا ميراثي من أبي. يقول لا يا أخي أنت مالك نصيب من هذا الميراث. ولما؟ يقول لأنك قتلت أباك ولا ليس لك نصيب. قام الكلية ما يرث إطلاقا أو من أوفر حظي، أو من أوفر حظي. جاءنا الزوج يقول هذه امرأتي ماتت وأنا اللي دفعتها المهر فأعطوني مهري. يقول لا مالك مهرك، مهرك دفعته لامرأتك وولها فلك منها نصيب. يقول أعطوني نصف المهر، نصف هذا. يقول لا مالك النصف، لك الربع. ولما؟ لأنه وجد لها ولد أو بنت منعك من أوفر حظيك. حظ الزوج النصف والربع، متى يأخذ النصف؟ إذا لم يوجد فرع وارث. متى يأخذ الربع؟ إذا وجد الفرع الوارث. ومن أوفر حظيك، من أوفر حظي. الزوجة تأخذ الربع أحيانا، تأخذ الثمن أحيانا. وهو على قسمين، حجب بوصف وحجب بشخص. حجب بوصف، حجب بوصف يكون قاتل، يكون رقيق ما يستحق. وهذا أبوي يعطون دراهمي ميراثي منه علشان أشتري نفسي. يقول لا ما أنا أعطيك لأنك ما ترث من أبيك ما دمت مملوك. إلا لو واحد أعتقك شراك من هذا الرجل وأعتقك فإن أنا أورثك، لكن ما دمت رقيق فلا ترث. محجوب بوصف الرق، قاتل، كافر، هذه الأوصاف التي تحجب الرجل من الميراث. حجب بوصف، حجب بشخص، حجب بشخص. جاءنا رجل يقول هذا الذي توفي عمي أعطون حقي. يقول لا عمك له ولد يحجبك من الميراث، ما تستحق شيء من الميراث حتى تكون مستحقا للميراث من عمك. من الذي يمنع حجبي؟ من الذي يمنعني من الميراث من عمي؟ يمنعك منه كونه له ولد يحجبك، هذا محجوب بشخص. حجب بوصف وحجب بشخص. الحجب بالوصف هو المعبر عنه بالمانع، وقد تقدم الكلام على الموانع في أول الكتاب. المانع من موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فاعلم فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث:
أبوه وأمه كفار وهو مسلم هل يرثونه؟ لا. ما الذي حجبهم؟ الأب والأم ما يحجب أحد، يحجبهم الوصف. الوصف يتطرق على كل إنسان من الورثة، الوصف يتطرق على كل أحد. وحجب بشخص، الوالد يحجب بالشخص؟ لا، ما يحجب، لكن يحجب بنقص حجب حرمان. لا، ما يحجب الوالد حجب الابن، ما يحجب حجب حرمان إلا إذا تعلق بالوصف. أما حجب حرمان لشخص لا، ما أحد يحجب الأب. ابن ابن مع الابن، هل هو يأخذ ميراثه؟ لا، لأنه محجوب. لماذا؟ لشخص. لو مات الابن قبل ابن الابن محجب ورث الابن الابن. المحجوبون بالوصف جودهم كعادهم. المحجوبون بالوصف هذا يتطرق إلى جميع الورثة، هذا مسلم وهذا كافر. الكافر لا يرث المسلم. إذا كان الأب مسلم والولد كافر فهل يرث؟ ما يرث. من نعطي الميراث؟ أقرب المسلمين. محجوب بوصف، والمحجوب بوصف وجوده كعدمه، يعني سواء كان له أب أو لم يكن له أب إذا كان كافر. الأم مسلمة والولد مرتد عن الإسلام، هل ترثه؟ لا، ما ترث. ما ترث الأم المسلمة الولد الكافر. واصطلاحا هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. سبب الإرث يخرج الجيران ونحوهم، هذا ما قام بهم سبب الإرث، هنا ما يرثون. لكن من قام به سبب الإرث كان يكون عم أو ابن أو جد أو أب، هذا سبب من أسباب الإرث، لكنه المحجوب بوصف يتطرق إلى جميع الورثة. واصطلاحا هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، وهو على قسمين: حجب بوصف وحجب بشخص. الحجب بالوصف هو المعبر عنه بالمانع، وقد تقدم الكلام على الموانع في أول الكتاب، ويتأتى دخوله على جميع الورثة. والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم، فلا يرثون ولا يحجبون غيرهم. لا لهم أثر ولا يفيد، لا يخاف منهم، لا يحجبون غيرهم ولا يرخصون لغيرهم بالميراث. وجوده كعدمه. إذا مات الرجل وخلف ثلاثة أولاد مسلمين واحد كافر يهودي، هل يرث الأربعة الأولاد ولا الثلاثة فقط؟ ثلاثة فقط. يقول يخصموا حق الرابع، هذا أعطونا إياه. لا لهم، ما يخصم له شيء. لا يحجبون غيرهم ولا يحجبهم الغير ولا أثر لهم. والمراد بالحجب عند الإطلاق هو الحجب بالشخص، وهو على قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب نقصان وحجب حرمان. مثلا الزوجة لها الربع، وجد الولد له